لسه كلامنا عن الرياضه ما انتهاش. الاهلي النهارده عنده لقاء مهم جدا مع الوداد المغربي في الطريق للقب ال11. الاهلي عنده تحدي كبير جدا خاص بالبطوله دي تحديدا. مصر كلها ورا الابطال وان شاء الله الاهلي هيرجع باللقب ال11 لانه الاهلي متميز دايما في المباريات الثقيله والحاسمه اللي زي دي، وبيتس موسيماني متميز جدا في افريقيا. هنتكلم عن الماتش والتشكيل المتوقع مع كريم سعيد الناقد الرياضي اللي منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا كريم. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير لكل مشاهدي الفضائي المصري. يا اهلا بيك. كريم، في البدايه ازاي الاهلي استعد لهذه المباراه؟ طبعا اكيد المباراه واخده زخم كبير عند النادي الاهلي. ان احنا بنتكلم النادي الاهلي اخر مباراه لعبها في مسابقه الدوري منذ ما يقرب من 10 ايام، وبالتالي في مساحه للعيبه ان هي تركز في المباراه. اكيد مباراه مهمه جدا، وتم تاجيل مباراه ايسترن كومباني اللي كانت مفروض قبل الفاينل بثلاث اربع ايام. اعتقد يعني طبعا الناس كلها ملاحظه الاجواء ربما تكون هناك مش الطف حاجه فيما يخص الامور الاداريه للمباراه، ولكن الفريق واللاعبين معزولين تماما عن الاجواء دي، وكل تركيزهم في النهايه 11 لاعب قدام 11 لاعب. طبعا كل تركيزهم في المباراه. واحنا كان اهم حاجه في الشق ده ان النادي الاهلي يخش المباراه وهو مكتمل الصفوف، وبحسب يعني الانباء اللي جايه اللي احنا سمعناها قبل ما ننام امبارح، عمرو السوليه ان شاء الله بنسبه كبيره هيكون موجود في المباراه. طيب كريم، خلينا قبل بقى نتكلم في التاكتكس وايه اللي هيحصل النهارده، خلينا برضو نطمن ونطمن الساده المشاهدين عن اجواء الفريق في معسكر امبارح. طب بصي، احنا اخر الدنيا كانت ماشيه يعني هاديه جدا. انا بعثت النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب سافرت المغرب منذ حوالي 3 4 ايام. الدنيا كانت هاديه جدا جدا جدا. ربما امبارح البيان اللي طلع بالليل من النادي الاهلي بان يعني البعثه لم تستلم سوى 2500 تذكره من ال 10,000 المخصصه لجمهور النادي الاهلي، وتصريحات مسؤولي النادي الاهلي بان يعني جالهم ما يشبه كلام بان بعض من جماهير الوداد ربما تشتري التذاكر من ال 10,000 لو النادي الاهلي ما قدرش يبيعها. الكلام ده اتقال على لسان احد مسؤولي الكاف في كلامه مع احد مسؤولي النادي الاهلي، وبالتالي النادي الاهلي امبارح يعني رفع الفلاج ان انا عندي مشكله، عندي ازمه. بنحاول نتواصل مع مسؤولي الكاف بالليل ما بيردوش علينا. احنا طبعا عارفين فرق التوقيت ما بيننا وبين المغرب ساعه. جميل جدا، بيتعامل الاهلي باحترافيه دايما في المواقف اللي زي دي. والمهم ان هو ايه، مطلع لعيبه بره الاجواء دي بالظبط. وبالتالي اعتقد يعني ربما النهارده يعني يحصل انفراجه، لان طبعا انتوا عارفين النهارده في طياره مسافره لمصر. اعتقد في الوقت يعني واحنا قاعدين مع بعض دلوقتي في طياره هتسافر للمغرب. اعتقد عددهم يقترب من 200 مشجع عظيم. اعتقد يعني مجموع المشجعين اللي سافروا من مصر ربما يبقوا 1000 واحد خلال الايام الماضيه لغايه النهارده، وبرده تقريبا تم حصر عدد المشجعين اللي جم من اوروبا ومن امريكا الشماليه ومن بعض الدول الخليجيه الى ما يقرب 1000 برضه، بجانب بقى طبعا الاعتماد الاكبر على الجاليه المصريه في دوله المغرب الشقيقه. وطبعا الاهلي طبعا اكد ان كل التذاكر اللي الجماهير هتاخدها تكون مجانا، والنادي الاهلي هو اللي يتحمل تكاليفها. عظيم جدا. احنا شايفين استعدادات من النادي الاهلي فنيا، وده اهم حاجه. يعني ايا كان عدد الجماهير اللي هتحضر، انت في النهايه هناك وسط جمهوره على طبعا. لكن في النهايه النادي الاهلي مستعد والفريق بيكون عنده استعدادات خاصه للمباريات اللي زي دي طبعا. ففنيا النادي الاهلي عامل ايه؟ شوف طبعا اكيد بيتسو موسيماني خلال الفتره الماضيه كان واضح جدا جدا السكوت والتكتم، حتى في المؤتمر الصحفي ما كانش بيتكلم باستفاضه كبيره. خلينا نتكلم بصراحه، النادي الاهلي ونادي الوداد يعني بيتقابلوا مع بعض بشكل ما يشبه سنوي منذ سنه 2017. يعني الاهلي والوداد لعبوا مع بعض 2017 فاينل، لعبوا مع بعض سيمي فاينل 2020، وبنلعب مع بعض كمان السنه دي. اسماء اللعيبه نفسها في الوداد والنادي الاهلي ما زال، يعني برضه نادي الوداد من الانديه اللي بتحافظ على لعيبتها. يعني الحسوني، بديع اوك، نفس اللعيبه دي واجهت اللعيبه دي قبل كده، كانوا موجودين. يعني حتى يعني مثلا اشرف بن شرقي كان موجود في 2017 وهو راح لف للهلال وبعد كده راح الزمالك، وأوناجم برضه كان مع نادي الوداد قبل ما يروح الزمالك. فهي مجموعه من اللعيبه احنا عارفين بعض، الكتاب مفتوح. يتبقى بس حاجه واحده اللي هو هل انت داخل المباراه وانت في كامل يعني السكواد كامل ولا في اصابات؟ نادي الوداد كان عنده
بعض الاصابات ابرزهم طبعا لاعب المترجي، وهو رجع في خلال التدريبات ال 48 ساعه الاخيره. اعتقد الوداد هيبقى مكتمل الصفوف. رجراجي المدير الفني هيبقى هو عنده السؤال، هو يعني في وجهه نظري الشخصيه هو اللي عنده السؤال هتلاعب الاهلي ازاي، مش الاهلي اللي عنده السؤال هيلاعب الوداد ازاي. بمعنى ايه؟ رجراجي هو عارف ان الكواليتي بتاع لعيبه النادي الاهلي اعلى من لعيبه نادي الوداد. النادي الاهلي بيلعب الفاينل التالت على التوالي، فبالتالي اللعيبه عندها خبره كبيره في ان هم يتعاملوا ازاي في المباراه دي. وهدي مثلا بسيط برضو، النادي الاهلي لعب على نفس الملعب في دور الثمانيه قدام الرجاء المغربي في ظروف اصعب، لان الرجاء كان مغلوب في مصر 2-1 ومحتاج بس يكسب بهدف نظيف، والنادي الاهلي راح مباراه هناك كانت فيها ضغط شويه. محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي قال يا جماعه احنا متعودين على الاجواء دي، وجمهور الرجاء اعتقد ملى الملعب بنفس الشكل اللي هنشوف عليه الملعب بالليل. فانا شايف ان النادي الاهلي يعني الوداد هو اللي هياخد المبادره في مين يلعب ازاي. النادي الاهلي اعتقد هم اللعيبه عارفه كويس قوي قوي هيتعاملوا مع المباراه ازاي. طيب كريم، هو الحقيقه انت زي ما بتتكلم والاهلي دايما في المباريات الصعبه دايما بيفاجئنا. مفاجآت حلوه الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله كمان النهارده يعني نفرح مع النادي الاهلي. كمان عايز اسالك بقى حاجه، يعني تفتكر طيب النهارده توقعاتك هيبدا مثلا طريقه اللعب 3 في نص الملعب ايه اللي هيحصل؟ طيب شوفي، طبعا دي النقطه اللي كنت بقولها في الاول، هو الـ الـ المدخل عند اسم عمرو السولي. عمرو السولي خد كليرنس من الجهاز الطبي ان هو قادر يلعب. في وجهه نظري الشخصيه بيتسو موسيماني هيلجا ل 3-4-3 بوجود حمدي فتحي مع ايمن اشرف وياسر ابراهيم في الدفاع، ويحط عمرو السوليه مع اليو ديانج في نص الملعب، وطبعا على اليمين محمد هاني، على الشمال علي معلول، والثلاثي الامامي بيرسي تاو مهاجم وهمي، واحمد عبد القادر على الجناح الايسر، وحسين الشحات او طاهر محمد طاهر على الجناح الايمن. بس الفيصل في كل ده اسم واحد، عمرو السوليه. طيب عمرو السوليه الجهاز الطبي مع الجهاز الفني قالوا ربما يعني حالته برضو ما زالت ما تسمحش انه يبدا من الاول ويتم الاحتفاظ بيه على دكه البدلاء للشوط الثاني. في وجهه نظري هنا هيضطر بيتسو موسيماني انه يلجا لطريقه 4-2-3-1 ويشيل عمرو السولية ويتم الدفع بطاهر محمد طاهر مع حسين الشحات عشان النادي الاهلي يلعب برباعي امامي. ده بسبب ايه؟ بسبب اسماء اللعيبه، يعني اسم عمرو في وجهه نظري عمرو السولية. وجود عمرو السوليه في وجهه نظري مهم جدا، لان وجود عمرو السوليه مع اليو ديانج ان هم يظبطوا خط النص هيدي البراح لبيتسو موسيماني انه يستغل حمدي فتحي انه يلعبه في خط الدفاع ويعمل تامين دفاعي جيد بنفس الشكل بالظبط اللي لعب بيه ماتش الرجاء 1-1 في اياب دور الثمانيه. طيب هل شايف انه من مصلحه بيتسو موسيماني انه يبدا المباراه بامتصاص الحماس، حماس اللعيبه والجماهير؟ بص، في حاله انا ملاحظها يعني من ساعه ما تم القرار بتاع الملعب محمد الخامس يستضيف المباراه، ان الناس بتتعامل مع المباراه ان هي مباراه اياب في المغرب، ونادي والاهلي هو يعني عليه الضغط. لا، مفيش، احنا ما لعبناش ماتش ذهاب وانا عملت نتيجه سلبيه فرايح المغرب مطالب بنتيجه. لا، ماتش النهارده هو ماتش فيصل 90 دقيقه. في وجهه نظري الشخصيه نادي الوداد هو اللي عليه الضغط الاكثر في اختيار طريقه اللعب زي ما قلت لك. ليه؟ انت النهارده كل الظروف يعني بقت متاحه ليك انك تكسب بكل امانه، يعني خلينا يعني منظومه الاهلاويه، بقول كلمه المنظومه متضمنه مجلس الاداره، الجمهور، اللاعبين، الجهاز الفني، الاعلام المصري كله، كلنا حاسين ان في بعض المسانده او المساعده من الكاف لنادي الوداد بيسهل له حاجات كتيره جدا. الماتش على ملعبك، الجماهير مش عارف اعمل ايه، حتى ايفن هو ما قسمش المدرجات، ما قلناش مثلا ايه الملعب ده كله بيسعى ل 70,000 خد انت 30 واخد انا 30، لا ده قال لك الاهلي ليه 10 وعمل كلمه كده لطيفه قوي، قال لك الجمهور العام. جمهور عام ايه في المغرب؟ هو يعني انت عايز تقول لي ان في حد مصري الامن هناك هيقعده مع الجمهور العام لو انا قدرت اشيل تذكره؟ مستحيل طبعا. فبالتالي كل الظروف مهيئه كده في افضليه للوداد. طيب ما دام انت عندك افضليه وبتلعب على ملعبك وسط جمهورك، فانت المطالب بالهجوم، انت المطالب بالضغط العالي، انت المطالب بالسيطره على مجريات المباراه. فده يحط ضغط على الرجراج المدير الفني. هل هو عنده الادوات اللي تعمل الكلام ده؟ هل انت عندك الجرأه والشجاعه انك تعمل الكلام ده؟ طب هل هو عنده؟
ما هنقول هنضطر بقى نجيب مثل عشان اقدر اجاوب على سؤالك. هقدر اجيب مثل من الدور قبل النهائي، مباراه الدور قبل النهائي ما بين الوداد وبيترو اتلتيكو في المغرب، ورغم ان الوداد كان كسبان في لواندا 2-0 ومرتاح جدا جدا، واجه ظروف صعبه للغايه في ماتش الاياب، و90 دقيقه الوداد محطوط تحت الضغط، اتاخر بهدف، اتعادل، وان سايد جيم تماما للفريق الانجولي اللي برضه مع كامل احترامي طبعا بيلعب كره حلوه كل شيء، لكن ما عندوش اسماء. يعني ما بنتكلمش ان الفريق عنده قدرات او عنده اسماء زي النادي الاهلي، وبالتالي الوداد ساعتها لجا للدفاع. انا في وجهه نظري ربما النهارده نشوف نادي الوداد بادئ قدام النادي الاهلي منذ الدقيقه الاولى بزون ديفنس ودفاع زي ما شفنا الرجاء بعد اول خمس دقائق اللي جاب الهدف. طب هرجع بقى تاني معاك للنادي الاهلي. تفتكر النهارده مين ممكن يكون بديل عبد المنعم؟ يعني ايمن ولا رامي ربيعه؟ هو طبعا انا اعتقد في وجهه نظري الشخصيه لو تم الاعتماد على طريقه اربعه في الخلف هيتم الاعتماد على ايمن اشرف وياسر ابراهيم، الاثنين دول هم اعتقد هيبقوا الثنائيه الافضل ولعبوا مع بعض كتير. لو زي ما قلت عمرو السوليه ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يوفقه ويكرمه ان شاء الله يبدا، مهم جدا في وجهه نظري يعني عمرو السوليه يبدا، هيبقى ثلاثي في خط الدفاع، ايمن اشرف على الشمال، في النص حمدي فتحي، وعلى اليمين ياسر ابراهيم بنفس الشكل اللي لعبنا بيه ماتش يعني ماتشات كتيره في دوري ابطال افريقيا. طب ليه مش ربيعه؟ ليه مش رامي ربيعه؟ انا في وجهه نظري يعني رامي الماتشات اللي هيبقى فيها جانب نفسي قوي وامور فيها يعني راقد كتير وجري كتير، الاصابات العضليه كانت كتيره لرامي في الفتره الاخيره، وان كان رامي قدر في اوقات كتير النادي الاهلي يحتاجوا فيها ان هو يصد، وبصراحه لعيب شجاع ولعيب راجل، لكن طبعا بنتكلم على يعني في تسلسل في هيستوري كده للاصابات بتقول يعني ان احنا قعدنا فتره كل ما في ضغط مباراه جامده بنطلع منها بشد عضلي بنطلع منها باصابه. وكمان انا شايف ان ايمن اشرف لما بيلعب مساك ورا علي معلول بيديله الراحه ان هو يتقدم وما يخافش من المساحه اللي في ضغط، زي ما بنتكلم النادي الاهلي طبعا زي ما النادي الاهلي اي فريق في الدنيا عنده نقاط ايجابيه برده عنده بعض النقاط السلبيه، من النقاط السلبيه دايما اللي بنتكلم عليها في النادي الاهلي هي المساحات اللي بتبقى ورا علي معلول ومحمد هاني لما بينطلقوا للهجوم. فانا في وجهه نظري ثنائيه ايمن اشرف وياسر ابراهيم هي الافضل. طيب بشكل عام بقى نعم الاهلي نقاط القوه نقاط الضعف، وبيتسو موسيماني النهارده يعني ايه اكتر حاجه هيحاول ان هو يتغلب عليها، اكتر حاجه يعمل لها حساب في الوداد؟ في الوداد في طبعا نادي الوداد طبعا زي ما عنده نقاط ضعف برضه عنده نقاط قوه مهمه جدا. في وجهه نظري ابرز ثلاث لعيبه في الفريق هما الاثنين الظهراء، بتكلم على الباك اليمين بلال عمود، وبتكلم على الباك الشمال يحيى عطله، والبلاي ميكر الحسوني، هم دول الثلاثه اللي عندهم خبره، والثلاثه في وجهه نظري هم صناع اللعب الفريق بيعتمد عليهم. خط وسط طبعا نادي الوداد محترم وكل شيء، بس وجهه نظري بعد رحيل وليد الكارتي لنادي بيراميدز السنه دي يحيى جبران اكيد لعيب مهم جدا، ولكن بقى بيلعب في مركز مش مركزه، فخط وسط الوداد ما بشوفوش بالقوه. فانا لو مكان بيتسو موسيماني هبدا اشوف ان الحسوني البلاي ميكر بتاعهم لازم يتم الضغط عليه طول الوقت، ما ينفعش يستلم الكرة خالص لان هو العقل المدبر لكل هجمات الوداد. الاثنين فول باكس بتوع نادي الوداد وهم دايما بيحبوا يطيروا، يعني احنا طلع واحد من ابرز الظهراء في افريقيا كلها في مساله الكروسات، الكروسات بتاعته خطيره جدا، ونادي الوداد من الانديه اللي نسبه كبيره من اهدافه بتيجي من كرات عرضيه او كرات ثابته عن طريق يحيى عطل، فبالتالي اعتقد اكيد موسيماني دارس ده كويس. طبعا هو عامل حسابه طبعا مليون في المية. هي بس هي فكره في حته ايه ان احنا محتاجين ناخد قرار هنلعب ازاي في الماتش ده. يعني هي طبعا احنا بنتكلم على مباراه من 90 دقيقه زي بالظبط ماتش ليفربول وريال مدريد، هو قرار يعني ليفربول استحواذ 24 هجمه فوق ال 15 تسديده على المرمى كل حاجه، ريال مدريد راح على المرمى بالظبط ثلاث مرات جاب هدف، فاحنا بنتكلم برضو في نسبه توفيق من ربنا سبحانه وتعالى راجعه للقرارات اللي انت بتاخدها، والقرار هنا لازم في وجهه نظري ما دام بتلعب فاينل اللي يغامر زايد على اللزوم ممكن يعني ما ربنا ما يوفقوش، لازم يبقى دايما في حسابات وان انا ما يعني ايه ما خاطرش مخاطره مدروسه زي. يعني طب بالظبط. طيب المنظومه الدفاعيه للوداد عامله ايه؟ وهل شايف انه الاهلي ممكن يقدر انه يلعب على المرتدات؟ انا في وجهه نظري يعني تاني بص المباراه دي اوكي
بلعب على ملعب المنافس وكل شيء، وجمهور هو المسيطر على اغلبيه العدد داخل الملعب، لكن اشوف النادي الاهلي محتاج من اول دقيقه ينزل يلعب المباراه كانه هو اللي هيستحوذ. ما ان احنا نقفل ونلعب مرتدات بشكل صريح، لا ده ما اعتقدش هيحصل. وخلي بالك يمكن ان يفرض عليك، بمعنى ايه؟ اف دلوقتي الوداد نزل بعد حماس اول 3 دقائق وشويه الشماريخ طبعا اللي هيتولعوا في اول 5 دقائق من الماتش والاجواء دي، هوب لعيبه الوداد ما قدروش بدنيا ونفسيا فرجعوا ان هم يضغطوا. فقال لك شكرا، بص انا مش جاي امسك كوره، اتفضل الكوره معاك اعمل بيها اللي انت عايزه، وانا رجعت. هنا النادي الاهلي لقى نفسه هو اللي ايه عنده المبادره انه لازم تلعب. فانا في وجهه نظري لا، لازم احنا ما نستناش ان هم يدونا المبادره، احنا نازلين ناخد المبادره. لان فعلا 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 نادي الوداد في خط الوسط عنده ازمه، عنده ازمه واضحه جدا شفناها واضحه. وخلي بالك كمان في الاوقات دي المدير الفني ما عندوش وقت انه يصلح، عشان نتكلم بصراحه يعني برضو في بعض الشباب والناس على السوشيال ميديا يقول لك ايه يا جماعه بلاش تقولوا النقاط الضعف والقوه والحاجات دي عشان التانيين ما يعرفوش فيصلحوها. لا احنا ما بنتكلمش ان حد هيدوس على الكيبورد فيخلي اللعيب اللي بيعمل كذا يعمل كذا، لا دي رياضه. لا وبالمناسبه هي معروفه على فكره، اللي بيفهم كمان اللي يعني اللي مهتم بكره القدم حتى بعيدا عن المحللين والنقاد الرياضيين، اللي بيفهم كوره الشخص العادي هيبقى عارف على فكره. لا وهي اي رياضه في الدنيا، اي رياضه في الدنيا الرياضه مبنيه على التعود. يعني اي رياضة، مش الكوره بس، يعني سباحه سله يد اي نوع انواع الرياضه، الترينر محتاج انه يمسك اللعيب ويقعد كل يوم يعمل معاه نفس الحاجه بشكل ممل عشان يعلمه. فالنهارده لما بيجي نقول مثلا الوداد مثلا عنده مشكله في خط الوسط، مهما رجراجي المدير الفني يحاول ان هو يحلها، هو ما عندوش يعني الادوات الكافيه او الوقت الكافي انه يبدل من اداء لعيبته. هو اعتقد هم هيعتمدوا على الحماس بس بكل امانه اعتقد النادي الاهلي وصل من الاحترافيه ان موضوع الحماس اول 5 دقائق والشغل ده خلاص، اول ما الحكم هيصفر الماتش 11 ضد 11 واللي عنده كره افضل هو اللي هيتفوق. طيب كريم، ممكن انا سالتك على بيتسو موسيماني هيبقى تركيزه فين، ايه اكتر حاجه هياخدها في اعتباره في ماتش النهارده مع الوداد المغربي؟ لو هسالك بقى رجراجي المدير الفني للوداد، ايه اكتر حاجه هو هيكون مركز عليها النهارده في الماتش مع النادي الاهلي؟ ويعني مين من اللعيبه كمان هيكون هو متخوف منه؟ بصي هو عنده أزمة كبيرة. إيه هي بقى؟ إن هو لما يجيب ورقة ويقعد مع الجهاز الفني المساعد له ومحللين الأداء عنده، هيبقى عنده صعوبة في الإجابة على سؤال الأهلي هيلعبني إزاي؟ إن هو ده أول سؤال هو عايز يعرف إجابته. الأهلي الطريقة المتوقعة والأقرب اللي هيلعبني بيها إيه؟ النادي الأهلي عنده 4 طرق لعب بنسبة 25% كل واحدة. الطبيعي ان حد هو مثلا ممكن يقول الاهلي هيلعب 4-2-3-1 بصفه ان دي اكتر طريقه النادي الاهلي لعب بيها في اخر موسمين مع بيتسو موسيماني. طيب السنه دي مع دخول محمد عبد المنعم وقدوم بيرسي تاو، بيتسو موسيماني استخدم 3-4-3 كتير قوي، وكمان في ماتشات مهمه. يعني قدام نادي الزمالك الاهلي لعب 3-4-3، قدام بيراميدز 3-4-3، قدام الاسماعيلي 3-4-3، قدام الرجاء 3-4-3، قدام سان داونز هناك 3-4-3. النادي الاهلي استخدم 3-4-3 كتير. طيب النادي الاهلي في اخر مباريات الدوري، اخر 3 مباريات في الدوري لعب بطريقه اقرب الى 4-4-1-1، او الناس شافتها 4-2-2-2-2. فدي كلها مجموعه من الطرق هو فعلا ما عندوش. لما بيتسو موسيماني يحاول يعمل نفس الاختبار ده للوداد، الموضوع بسيط جدا. الوداد ما عندوش غير طريقتين بس مش هيخرج عنهم، ال 4-2-3-1، لا هيشيل واحد من قدامه ويحط واحد في خط الوسط عشان يأمن خط الوسط ويلعب 4-3-3، مفيش حاجه ثانيه ما عندوش. ان هو اصلا ما عندوش قوام لعيبه وما عندوش كمان دك. فالضغط على رجراجي ان هو مفاتيح اللعب في النادي الاهلي في كل طريقه مختلفه. مثلا احمد عبد القادر واحد من الاوراق المهمه جدا جدا في صناعه اللعب في النادي الاهلي مع مجدي قفشه، واحمد عبد القادر حاليا دلوقتي هو بيلعب اساسي وقفشه هو اللي بيقعد على الدك. طيب علي معلول ومحمد هاني من اكتر صناع اللعب في النادي الاهلي اللي بيتسو موسيماني بيعتمد على طيرانهم، وعلي معلول شفناه في مباراه الدوري بينقذ النادي الاهلي في وقت بدل الضيع وبيجيب هدفين. خط الوسط عمرو السوليه لو بيلعب هو واحد من اللعيبه اللي بتلمس الكوره كتير. اليو ديانج برضه، فمفاتيح اللعب
في النادي الاهلي كتير. وانا اتمنى بصراحه وعايز اقول حاجه طبعا يعني الاخوه المغاربه بيتفرجوا على الاعلام المصري في اخر 10 ايام يعني بشكل كبير جدا. انا اتمنى ان الحيره دي تفضل عند الرجراج لغايه لما بيتسو موسيماني يعلن تشكيل مباراه قبل بدايتها بساعه. طيب هنفترض بقى السيناريوهات اللي ممكن تحصل في المباراه. نعم. انت قلت ممكن يكون في اول 5 دقائق في حماس لكن ممكن طب. وارد ان هم يرجعوا طب. ويلعبوا على الدفاع طب. في الحاله دي موسيماني هيتعامل ازاي وهل هيعتمد على الاطراف ولا نعم. من خلال كروسات ثرو؟ هل هيعتمد على الشوط من الخارج؟ سؤال بص سؤالك مهم جدا وخليني كمان اضيف عليه. نعمل ايه هنعمل ايه لو لا قدر الله لقينا نفسنا متاخرين في النتيجه ده يعني طبعا لازم يعني اي حد بيعمل يعني بلان لحاجه مستقبليه لازم تحط الورست كيس سيناريو طبعا. لازم تحط ان انا ممكن اتعرض لموقف صعب او شكل او نتيجه سلبيه هعمل ايه، ايه بلان بي عندي عشان لو حصل لي كذا. صح. وده شفناه فعلا في ماتش الاياب في ملعب محمد الخامس قدام الرجاء نفس يعني اللي هو منافس الوداد في المغرب. انا في وجهه نظري النادي الاهلي لازم يعرف ان اول مرور اول 5 دقائق قدام الوداد وان الاستحواذ على الكوره قدام هذا الكم من الجماهير هوب هيهبط الدنيا تماما. هتبقى اللي بيتفرجوا على المباراه هيبداوا يحسوا ان في فجوه في فرق في المستوى ده، فده شيء مهم جدا لعيبه النادي الاهلي تعمله. نباص كتير ومره كتير وزمن الهجمه يطول. يعني ايه زمن الهجمه يطول؟ يعني الهجمه بتاعتي والكوره في رجلي لعبتي الهجمه تاخد من 45 ثانيه لما يزيد عن دقيقه. لو قدرت اعمل ده انا بهبط تماما من لعيبه الوداد. طب لعيبه الوداد خدوا الكره مني ابدا اضغط عليهم بموت الماتش يعني. طبعا لازم يبان الفرق البدني. خلي بالك في المنافسات الرياضيه في اي بعيد حتى عن الكوره اي منافس بيحس ان اللي قدامه بدني جاهز بيخاف على طول. طب تقييمك ايه الاهلي بدنيا؟ احنا دلوقتي مرتاحين بقالنا فتره ورحنا المغرب قبليها باربع ايام، فبالتالي طبعا طبعا مفيش مشكله صعبه بيولوجيه. احنا بنتكلم الفرق بيننا وبين المغرب ساعه زمن واحده فمش ازمه كبيره. اعتقد كمان فكره ان دوله المغرب شقيقه على الساحل ده بيخلي هناك كمان الاكسجين افضل، فبالنسبه للرياضي احسن. يعني دايما الرياضي يحب يلعب على المدن الساحليه اكتر ما يلعب داخل الـ يعني البلدان من جوه. فانا شايف الظروف كلها متاحه هناك للنادي الاهلي ان شاء الله ان اللعيبه تظهر بشكل بدني كويس وتكون بدنيا كويس يبقى انت كمان ذهنيا كويس. فباذن الله باذن الله ناخد المبادره. احنا مش رايحين نلعب على المرتده اوكي خلاص كل الظروف وانس ان فيكتور جوميز حكم اللقاء صفر ان شاء الله ننزل من الدقيقه الاولى بروح ان احنا جايين نكسب المباراه وناخد الكاس زي ما قلت القرار المدروس اخيرا. نعم. بقى وسريعا. نعم. جدا. نعم. توقعاتك النهارده للنتيجه ايه؟ ان شاء الله باذن الله باذن الله لو الدنيا مشيت كويس والحكم كويس والفار ما حصلش فيه اي تعطيل او حد شد الفيشه او الكلام اللي احنا شفناه يعني في اخر سنتين ده باذن الله باذن الله اتوقع ان يعني النادي الاهلي يكسب المباراه مش بفرق هدفين. اداريا وفنيا النادي الاهلي جاهز وكل الجماهير المصريه في ظهر النادي الاهلي وبتشجعه ان شاء الله يحصل على لقب ال11. شكرا جزيلا ليك شرفتنا ونورتنا الناقد الرياضي كريم سعيد.